أعلنت دولة قطر انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك اعتبارا من الأول من يناير 2019. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة في الدوحة، وقال إنه قد تم إبلاغ المنظمة بالقرار. وأضاف الوزير القطري أن قرار الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل.